صلي على محمد. أول شيء بتكلم عن الوالدين، نستفيد إن حنا ويستفيدون إخواننا. الوالد أخواتي. موجود؟ الوالدة والوالد موجود، الله ما شاء الله. ما شاء الله. الله الشايب له قصص قديمة ومعروفة وتشهدها التاريخ، وقصص لو أتكلم منها لبكرة حتى ما أعطيته حقوقه. وبعطيك مثال بسيط من حقوقه في والديه، أبوي في أبوه. نعم. يقولون كان بر عليه بر يمكن ما يسويها أحد، كل أبو الكبار السن عندنا في الديرة هناك يشهدوا له. يقولون أبوكم قبل لا يشرب حليب البل ما يشرب ويعطي أبوه، يبدي أبوه بعدين هو يشرب، يشرب صورة ويشرب. كذلك الشوية هي الكبدة، لما أخذ عطى أبوه خلاه يأكل والباقي يأكله هو، كان برا في أبوه بر ما يعلم به إلا الله. ونسمع الناس يتكلمون عنه، أبوكم سوى كذا وأبوكم سوى كذا وأبوكم، يعني من أعمال خيرية، إنسان طيب يشهد له بالخير، دين لا أحد يذم، لا أحد يذي منه، ولا أحد، يعني سبحان الله قمة عالية. وثاني شيء مسمينا المتابعين نور السناب، لأن له محبة وله جمهورية وله قبول عند المتابعين، كذلك حنا نقعد معه انت عاطف ومحبة ويعطينا ويكننا ومزح وضحك، تشوفها تقول هذا ولد. يطلع معكم في السناب؟ في السناب ممكن لو تسمحنا بعد نحط له مقاطع بعد الحلقات دي إن شاء الله، وفي كثير من الكلام يذكر له بالخير. نسأل الله عز وجل أن يطول عمره عمر السامعين، نسأل الله عز وجل. لحقتوا على جدكم؟ لحقنا عليه وإحنا ذاك الحين ورعانا صار. ما بس ما تذكرون؟ يلا يلا نذكره. يلا تذكره. كان جدي عمى. كان كفيف. كان عمى وأبوي يوديه ويروح معه، والله يكرمك حتى الحاجة يقضي يخلصها عنه وزي كذا، بار فيه بر. ونقول لإخواننا اللي عنده أبو والأم يهتمون فيهم، تراهم هم الجنتين، إن راح الجنة بقى جنة، اهتموا في الوالدين تراهم حياة. بعضهم سبحان الله تغير الدنيا، ولا الولد يتغير ولا الأبو ما عنده حنان لولده، ولا تشوف يجي بينهم زي الوحشية. ونوصيكم بتقوى الله بالوالدين، قضى ربكم لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. نسأل الله عز وجل يوفقنا ويوفقكم. كذلك ابن جبهان مفلح بيكمل الباقي وعنده القصص، هو اللي حفظ. متزوج ولا توك؟ لا بشرك. متزوج؟ متزوجين. وجالك عيال؟ يلا يجيب الخير. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يجيب الخير. الله يبارك فيك. يبشر بالخير. لا ابو عبد الرحمن الصحافي الثاني اقول خذ الثاني. لا 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 ما خلنا ما جبنا طاري ثاني هنا. نقول بس عشان سبحان الله الواحد اللي صار بعض الاولاد يعني يزود حنانه اكثر واكثر لجاله عيال. وشاف الظنى وشاف الأبوة. نعم ايه تسلم طال عمرك. من قال سالم؟ الله مطر الشايب ايه اللي جاله محبه في الشعب والناس وكل حبه. شايب الله يطول عمره وعمره من يسمع، عاش في حياه شقاء ما عاش في. وينكم في في ديره كنتوا فيه؟ كنا في الحره في بر ايه؟ قديما من الاول انا ايه؟ في رانيا. وعاش حياتنا، اخوانه كانوا سبعه توفوا كلهم سبحان الله، اللي مات جوع ايه واللي مات مرض واللي راح المكه مدري الرياض ولا عجاء. سبعه كلهم ماتوا؟ كلهم ماتوا. هذا ابوكم ولا جدكم؟ لا لا هذا ابونا. ابوكم انتم؟ اي اخوان ابوي. الله الله. وكم لهم العيال غيركم؟ الحمد لله عياله خمسه. خمسه انت وتوام اثنين؟ انا توام واحد اكبر منا عاطل، انا في البر. ايه زين مو ما يسحن صدره ذا ما يسمى ايه عاطل. واثنين حلوين موجودين معنا ما شاء الله. فعاش حياتنا الله المستعان. كان مرتنا من مرات ترى مصيبه الواحد منه فقد اخوانه وفقد اكيد توجع القلب عليه والفاقد. كان مع خواله ايه وعايشين حياتهم وامورهم. كان ابوه يهاوشه يبيه يجي رجال يبيه، كان يهاوشه يطقه روح دور العيشه وروح وروح لا تقعد عندي هنية ولا. لان كان عنده واحد اخوه ثقل توفى وهو ما تزوج، وبعدين توفى امه وهو رايح يدور الشغل، يقول والله يا عيالي اني راب اني مشتغل في القيض اللي هو الحر بربع ريال عند واحد اسمه محمد توفى ويا حرمته الله يرحمهم. يقول وهي تغادي ذيك العنز، يقول غادت راح تولد ما انتبهت لها، وهو يمسكني عمي وهو يطقني ويطقني ويطقني، يوم خلص مني ويمطني في الشره لا حق الا بالله، ويسحبه يقول وانا اقعد ابكي واطلع الشوك. يشيل الشوك. ايه يقول ليش مضيعنا الغنم. يقول يوم جاء المغرب ومرته الله يجزاها خير تسويني مريسه ماء وتمر، وهو يجي يحط فيها الرماد وجمر وقال اكل عشان مره ثانيه ما تضيع الغنم. يقول والله يوم صليت الفجر اني رحت وادورها والقاها جايبتني اثنين واجيبها.
يقول المهم جاني خبر ان اخوي توفى، اخوه ثقل، وامه توفت اليوم الثاني. يقول وانا اجي، ما درى عن موتهم الا بعد اسبوع. يقول وانا اجي والقى ابوي، يقول وانا احب راسه، سلام ابوي. قال وينك ما جيتني يا ولدي، اخوك مات ولا تدري عنه، وكبيت حلال وكبيت امور. قال انا ما ادري يا ابوي. المهم راح وجاهم، قال يا ابوي وين امي؟ قال امك توفت. قال هجل لي ميته امي، ما هو بثقل. ياخذ شوي، ياخذ نص النهار، يا ابوي وين ثقل؟ قال ثقل توفى. يعني كانت الله المستعان، اكيد حاله صعبه. توفى، قاعد عد ببله وغلمه ومع ابوه، ومع ابوه كان يعني بارم في ابوه برن لا اله الله، يشيل على ظهره ومعه. كان مره من المرات هم في بر، جاهم مطر وحط ابوه في السياره. يوم حطه في السياره راح يعين في بله وكذا، فكان وقتها امطار وسيول، وراح يبي يرد البل ويلقى ذاك الحاشي مديته الغاربه السيل، ويبي يلحقه يوديه بعد كذلك الغاربه، وهو يروح يمكن 7 كيلو وده السيل، ويبي حشيه نهاره يومه يوم. رجع على ابوه، يوم رجع البرد جاه وكسر القزاز اللي ورا وقام يحذفه، الشايب عمه ما يشوف شيء. يوم جاء يا ابوي يا ابوي يا ابوي، قال الله لا يسامحك يا ولدي. قال ليه؟ قال يا ابوك قاعد تحذفني، ما تخاف من الله؟ قال ابوي والله ما حذفتك، والله ما حذفتك، ان هذا البرد، هذا برد. ويقول وانا اعطيه البرد وانا اوريه. قال لي ودي بح الله منك، بح الله منك، انا نادم اليوم وشفتك ما ناغيتني، وقلت انا ذا الحين قاعد يحذفني. فالله يجزاه خير ويطول عمره، بر في ابوه. يمكن التعبان نفسيا او شيء، ترى احيانا الواحد اللي صار مثلا عنده اعتلال نفسي يجي فيه مثل هالكلام، يعني يجي زي الاوهام زي الوساوس، يعني معذور. ايه صادق، عرفته اللي اقصده؟ صادق. المهم عاش حياة يعني شقا، والله يجزاه خير. لا درسوا لا تعلموا، بس انهم الحمد لله الصلاة في وقتها، الصيام في وقته، الكلام الزين، النية الزينة، شيء بالله يجزاه خير، ما يشيل الحد. حتى لو تهوش انت وياه والله يجيك اليوم الثاني يسلم عليك، كان ما حصل شيء. صح، ونيته طيبة. كم يتابعكم في التيك توك؟ والله حول 200,000. 200,000؟ اي نعم. لقيتوا قروش؟ لقيتوا وراها اعلانات؟ لقيتوا شيء؟ والله للحين ما توفقنا. يلا دوروا دوروا، عقب هالبرنامج بيصير فاتحة خير باذن الله. وش محتواكم العاده؟ وش تقدمون فيه؟ والله يومياتنا وشايبنا. تطلعون الشايب له سناب بالحاله ولا سنابكم انتم؟ سناب بالحاله. لا بالحاله؟ لا لا لا، سنابنا واحد. واحد؟ اي واحد، وما يعرف السناب ولا شيء. لا بركه من زين، يا زين يطلع.